مئات الوفيات وآلاف المصابين، ما الذي يقدم إزاء استمرار وباء كورونا في حصد أرواح اليمنيين والانتشار بينهم؟ وما الذي بإمكان المجتمع الدولي عمله لإنقاذ اليمنيين في ظل تقاعس دور السلطات الشرعية والانقلابية؟ أهلا بكم. قالت السلطات الصحية الحكومية إن آخر الأرقام تشير إلى وفاة 111 شخص من بين 482 مصاب في 9 محافظات تتبع السلطات الشرعية، في الوقت الذي تعمد ميليشيا الحوثي على التعتيم على أي معلومات متعلقة بالوباء بما فيها أعداد المصابين والوفيات. يشكو الناس في صنعاء من عدم وجود أسرة في المستشفيات أو أجهزة تنفس، فيما كشفت المصادر أن ميليشيا الحوثي خصصت مراكز عزل خاصة بقياداتها وبالأسر المنتمية لها دونا عن بقية اليمنيين. ضحايا الوباء شمل الكادر الطبي، حيث أعلنت نقابة الأطباء أنها فقدت 36 طبيبا وممرضا خلال الأيام الماضية، فيما آلاف آخرون تحت خطر الإصابة. ما مخاطر تكتم ميليشيا الحوثي على معلومات وبيانات أزمة كورونا في المناطق الواقعة تحت سيطرتها؟ ولماذا لا توسع المنظمات الدولية نشاطها الطبي لإنقاذ ما لم تستطع السلطات إنقاذه، خصوصا بعد الدعم المخصص لمواجهة كورونا في مؤتمر البانحين الأخير؟ الوباء يغزو البلد أكثر فأكثر، وأمامه تنكشف سوءة النظام الصحي بذات القدر الذي تنكشف فيه كارثية أداء السلطات الانقلابية منها والشرعية. آخر المعلومات التي أفصحت عنها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا تقول إن عدد الوفيات بلغ 111 حالة، فيما بلغ عدد المصابين نحو 500 حالة، وذلك في 9 محافظات فقط أبرزها حضرموت وعدن. أما مناطق سيطرة الميليشيا فتتعرض لتعتيم هائل من قبل الحوثيين، إذ توقف عداد الإصابات هناك عند حالتين فقط منذ أكثر من شهر، فيما يشيع أبناء صنعاء وإب وغيرها من المحافظات عشرات الوفيات يومياً بالوباء، وآلاف المصابين يعالجون أنفسهم في بيوتهم. هذا أحد المواطنين المصابين في العاصمة صنعاء، عجز عن الحصول على سرير في أي مستشفى، وهو ما اضطره لدفع 1,000,000 ريال مقابل الحصول على سرير لتلقي العلاج، كما ذكر في هذا المنشور. الأمر الذي يكشف عن ظاهرة امتلاء المستشفيات وعدم توفر أسرة وأجهزة تنفس اصطناعي، مثل ما حصل مع استشارية العيون الدكتورة آمال الذبحاني التي لم تجد جهاز تنفس يبقيها على قيد الحياة. نقابة الأطباء اليمنيين كشفت في بيان لها عن وفاة 36 شخصاً من الكادر الصحي، الأمر الذي يشير إلى تهاوي الجدار الأول في مكافحة وباء كورونا، فالعاملون في المجال الصحي لا يمتلكون حتى أدوات الحماية البسيطة. بالأمس وصلت طائرة تابعة لمنظمة اليونيسف إلى عدن محملة ب16 طناً من المواد اللازمة لمواجهة كورونا، لكن سياسة التباطؤ في الاستجابة للوباء سواء من قبل المنظمات الدولية أو السلطات المحلية تعمل على تفاقم الكارثة بين اليمنيين، خاصة وأن بعض المحافظات تتحدث عن عدم توفر أجهزة PCR المخصصة للفحص. قبل أيام تعهدت الدول المانحة بدعم اليمن بحوالي 1.5 مليار دولار، جزء منها سيخصص لمواجهة كورونا، إلا أن ذلك ربما لا يجد طريقه للواقع نظراً لبطء إجراءات هذه المنظمات وتسارع انتشار الوباء. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الدكتور غلام ضبعان المتخصص في علم الميكروبات الطبية والمناعة من تورونتو كندا، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير دكتور غلام. مساء النور عزيزتي. أهلا بك. إذن كيف تنظر إلى المعركة التي يخوضها اليمنيون مع وباء كورونا؟ شكرا لك وشكرا للمشاهدين الكرام. بالحقيقة الإجابة على السؤال، المعركة التي يخوضها اليمنيين أو التي يخوضها اليمنيون ضد كورونا هي معركة قاسية جدا. يعني اليمنيون يعانون من 5 سنوات وظروف صعبة جدا مما ترتب من الحروب المتوالية والذي يحصل في اليمن، والكل يعرف ذلك، إلى
أن جاء كورونا الذي زاد الأمر قسوة وألما، لكني بصراحة دائما أحب أن أنظر إلى الجزء الممتلئ من الكأس. أنا على فكرة كبيرة جدا ومتفائل جدا بأن اليمنيين برغم ما يقال، برغم ما يعني ينظر للأمر من نواحي متعددة، أنهم سيجتازون هذه المحنة قريبا جدا. أنا أعتقد أن نحن ذكرتي في مقدمتك عن التقارير وعن بعض وعن بعض الوفيات والإصابات، أنا لا أعتقد أبدا أن تلك الأرقام قريبة للصحة أصلا في كل أقل أم أكثر سواء في الشمال أو الجنوب. نعم، أقل أم أكثر. أعتقد أن اليمنيين سيجتازون ذلك قريبا جدا، فالوباء في طريقه إلى الانحسار إن شاء الله. إذا يعني هناك تداخل أيضا كثير في من الأوبئة وعدم فاعلية القطاع الطبي بشكل الملائم دكتور، يعني الحميات المنتشرة خاصة في المناطق الجنوبية، يعني كيف يمكن تشخيص ما يعانيه البلد؟ هل ما يصيب اليمنيون كورونا فقط أم أن هناك فيروسات أخرى أو حميات أخرى؟ بالحقيقة هذا السؤال مهم جدا بل وذكي جدا. سمعنا من البداية أن هناك، خاصة لما ظهر الوباء كان في عدن، وبعدين كانوا يقولوا أنه والله هناك أن الذي يحصل ليس كورونا، كانوا يقولون أنه مقرفس أو ما يسمى بالتشيكيغونيا، والآخرون يقولون أنه حمى الضنك أو ما يسمى بالدنجي فيفر. ويتم يعني لا زال الناس يعني إلى حد اليوم، يعني حتى في الشمال وفي الجنوب وفي كل مكان، هناك كثير جدا يقولون أنه ما يحصل ليس كورونا، او بالاحرى كورونا لن تدخل البلد او دخلت بشكل قليل جدا. وانا لا اعتقد ذلك يا اختي. ما يحصل في البلد الان لا يمكن ان نكون يعني نقول بشكل قاطع 100% ان ما يحصل في اليمن انها كورونا، لاننا لا يوجد لدينا فحوصات طبيه، لا يوجد فحوصات الار تي بي سي ار التي يتم فيها تشخيص المرض والاشخاص واحدا تلو الاخر. لكن هناك نقاط مهمة جدا تدعونا للتساؤل والقول بأن ما يحصل هي كورونا أو هو كورونا. والنقاط تلك يعني أنا ممكن أسرد نقاطين أو ثلاث. أولاً الانتشار، طبعا قبل أن أدخل في هذه النقاط، ربما في عدن والمناطق الحارة، وأنا أقصد قبل شهرين من اليوم عدن والحديدة، ربما ينتشر فيها المكرفس الذي يسموه بالمكرفس أو الشيكوغونيا. ربما ينتشر ايضا حمى الضنك هناك، لانه ربما وجود بيئه يعني حاضنه للبعوض الذي ينقل هذا المرض. لكن كورونا لا يحتاج الى بعوض، يعني المناطق الاخرى في اليمن لا يوجد فيها بعوض، هذا اولا. النقطه الثانيه الانتشار السريع جدا، بل انا اسميه بالانتشار الحر. هناك انتشار حر كبير جدا داخل البلد، يعني منذ اوائل مارس كان هناك تأثير من جميع انحاء اليمن، لكن في نهايه مارس الى الان، والآن نحن نشاهد شهر رمضان إلى اليوم، هناك انتشار سريع جدا وانتشار يعني حر للمرض. يعني لو تقارني هذا الشيء في العام الماضي لم تكن تلك الأمراض موجودة. يعني بعض الناس يقول ربما أنها حمى نزلات برد أو انتوارد جازعة زي ما بيسموها. نعم، وأنا لا أتفق مع ذلك، هذا السبب الأول. السبب الثاني، لو تلاحظي معي اليوم كل واحد يقول انا يعني في اهلي ناس مرضوا، في الحاره ناس مرضوا، يعني المرض في كل، انا لا اريد ان ابالغ، المرض في كل حاره بل ربما في كل بيت. هذه نقطه مهمه جدا. اذا النقطه الثالثه هي انه في خلال العائله الواحده يصاب الكبار بشكل عام ولا يصاب الصغار. يعني هذه نقطه مميزه جدا لكورونا. يعني انا لا اقول ان الصغار لا يصابون ابدا، ولكن النسبه الاكبر منهم لا يصابون، ربما يصابون لكن بدون ان تظهر عليهم اي اعراض، وهذه نقطه مهمه جدا على ما يحدث الكورونا. النقطه الاخيره وهي مهمه جدا، تعرض الكادر الطبي للاصابات الشديده جدا، هذا لم يحدث اصلا، لم يحدث في الماضي. يعني ما يحدث هو يعني بدلائل كثيره جدا، انا ذكرت منها ثلاثه او اربعه، ان هذا الوباء هو وباء كورونا وبشكل كبير جدا. نعم، اذا في بلد يواجه هذا الوباء دكتور بمنظومه صحيه شبه متهالكه، وانت قلت ان ننظر للجانب الايجابي، يعني وقلت بان اليمنيين سيجتازون هذا الامر، برايك ما هي الادوات لمواجهه هذا الفيروس؟ والله يا سيدتي يعني بصراحه البلد يعني البنيه الصحيه في البلد منهاره تماما. يعني بل ممكن انها اكثر من ذلك، إضافة إلى العادات الاجتماعية في اليمن. يعني مثلا لما بدأ الوباء
في الانتشار في العالم كله، يعني كانوا الناس سعيدين جدا بان اليمن مغلق وانه لن يصل الوباء. وعندما وصل الوباء يعني تحدثنا بالصوت الكبير يا جماعه اتباع الارشادات منع انتشار العدوى، لكن يبدو ان الشعب يعني او الناس في المجتمع لم يلتزموا بذلك لاسباب كثيره جدا. ولذلك طلعت اصوات كثيره جدا من المختصين والاطباء والخبراء يقولوا انه لازم نطبق يعني ما السيناريو الموجود في الدول العالم وحتى في الدول العربيه المجاوره على اليمن. وانا يعني من الناس يمكن القلائل كثير جدا، وكتبت السيناريو الخاص باليمن قبل شهرين او شهرين ونصف في الفيسبوك. قلت انه اليمن لا يمكن ان نطبق البرنامج الموجود في الدول المحيطه او الدول الاخرى، برنامج يعني محاربة أو مكافحة كورونا على اليمن لأسباب كثيرة جدا ربما لا يعني يتسع الوقت لذكرها. لكن الرد على جواب على سؤالك هو أنه لا نستطيع أن نعزل الناس ونحضرهم داخل البيوت، لكننا نستطيع أن نلفت عناية الناس لإجراءات معينة ونكثف الإعلام. أنا أعتقد أن دور الإعلام اليوم مهم جدا جدا جدا. نريد أن نصل إلى الناس، يعني إحنا يعني كي نجيب على السؤال بشكل بسيط جدا سنقول للناس يا أخي حاول قدر المستطاع أن تجلس في البيت، لا تخرج إلا للضرورة، وإن خرجت حاول أولا أن تحافظ على مسافة جسدية لا تقل عن مترين، هذا أولا. ثانيا يجب على الجميع أنه يلبسوا كمامات، يعني ربما المجتمع ما يتقبلش الفكرة لكن لبس الكمامة هي مهمة جدا، فأنت تحمي نفسك وتحمي الآخرين من انتقال المرض. الفيروس يريد مكان يدخل منه، وأهم مكان هو الأنف والفم، يعني هذه مهمة جدا. إذا البس كمامة أنا أرجوك، إذا لم تلقى يعني لم تجد الكمامة خذ يعني من ملابسك ويعني وخيطها صلحها وخليها كمامة. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، وأنت في الخارج حاول زي ما قلنا المسافة الجسدية وأيضا عدم لمس الوجه، لا تلمس وجهك أبدا، هذه نقطة مهمة جدا. يعني النقطة الأخيرة وهي غسل اليدين بالماء والصابون ثم غسل الوجه بالماء والصابون فور العودة من الخارج، ثم تستطيع أن تعيش حياتك بالداخل بشكل مريح جدا. هذه نقاط مهمة جدا نقدر نحن يعني نطبقها على المجتمع بما يخص المجتمع اليمني. المجتمع اليمني لا يستطيع أن ينعزل داخل البيوت، إنه أمر مستحيل جدا. نعم، إذا سأعود إليك عند هذه النقاط بالذات دكتور. نعم. ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية الدكتور أحمد منصور المتحدث الرسمي باسم لجنة الطوارئ بتعز عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير أختي، أهلا وسهلا. دكتور، بداية نود أن تحدثنا عن ما هو الوضع في تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للوضع الوبائي لكوفيد 19 في تعز، طبعا الوباء منتشر بشكل واسع في المحافظات الجنوبية والشرقية ومن ضمنها محافظة تعز، منتشر بين أوساط المجتمع، إضافة إلى عدد من الأمراض الحميات الموجودة في المحافظة. هناك أرقام وصلت محددة، وصلت عدد الحالات المؤكدة مخبريا بحسب إمكانيات المحافظة من تشخيص هذه الحالات إلى 96 حالة، وهناك عدد من حالات الوفيات بلغت إلى 24 حالة وفاة. هذا الوضع مجملا بالنسبة لكوفيد 19. هناك أيضا حالات منتشرة كأوبئة أخرى مثل وباء حمى الضنك والشغنغونيا وويست نيل فيروس، وهذه الأمراض أتت مترافقة مع هذا الوباء ونعاني منها سنويا، ويكون هناك حصيلة من الوفيات تظهر باختلاف السنوات من سنة إلى أخرى. نعم، كيف تستطيعون التمييز دكتور؟ هل لديكم الفحوصات المخبرية اللازمة للتحديد بأن هذا كورونا وهذا وباء حمى الضنك أو أي وباء آخر؟ الفرق الطبية في المستشفيات هي من تقوم بعمل التمييز السريري بين الحالات. طبعا الحالات التفريق السريري مختلف من حالة إلى أخرى، إلا أن هناك بعض التشابه، لكن وجود هذا المرض كوجود وباء كورونا كجائحة وانتشرت في اليمن مرافقة لهذه الأمراض
جعلت هناك كثير من الأمور التي لخبطت القطاع الصحي بشكل متكامل، وأصبح القطاع الصحي سواء كان الخاص أو بعض الجهات المستشفيات الحكومية التي ليست مخصصة لمواجهة كورونا تقوم بالتهرب ورفض كثير من هذه الحالات، وبالتالي يصعب على إدارة القطاع الصحي في محافظة تعز تحديد هوية هذه الأمراض بشكل أساسي والتركيز بشكل مباشر على وباء كورونا. نعم، إذن دكتور كم هي عدد الحالات التي تصلكم تقريبا يوميا؟ نحن نقوم بتعقب هذه الحالات، ولا تصل الحالات إلى المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة. نحن نقوم بتعقب هذه الحالات في المنازل بحسب البلاغات من بعض الناس اللي يتفهمون وضع هذا الوباء وعندهم تعاون كبير مع القطاع الصحي. نحن نقوم بتعقب هذه الحالات، وأيضا كما نأخذ أيضا بعض العينات من الحالات التي وصلت إلى مراكز العلاجية مثل المركز العلاجي في المستشفى الجمهوري والمركز العلاجي في مركز شفاك. نقوم بإرسال الفريق المتخصص بأخذ العينات وإيصالها إلى المركز، يبلغ العدد من 20 إلى 30، الآن بدأ يرتفع العدد إلى 40 حالة يومياً. نعم، إذن ابقى معنا دكتور أحمد، سأعود إليك بعد أن أشرك معنا الدكتور غلام بهذا الحديث. دكتور، ربما أن تتحدث بأن هناك إجراءات وقائية يمكن للشخص أن يتخذها، يعني المسألة كما تحدثنا منذ بداية انتشار الوباء مسألة وعي، وعي الناس بالعديد من الخطوات التي يجب عليهم عملها، لكن يعني ما يحدث في اليمن هناك يعني أصبحوا يعلمون أن هناك إشكالية في الاختلاط وفي التقارب وعدم الخروج بالكمامات، ولكن هناك استهتار حقيقي بهذا الأمر. كيف يمكن يعني إيصال هذه الفكرة للناس بشكل أكبر برأيك؟ مثل ما قلت لك تماما، يعني بالحقيقة المشاكل في اليمن معقدة جدا، يعني بصراحة المجتمع اليمني مجتمع يعني في ناس كثير جدا ربما يعني بيفكروا انه والله المجتمع ما عندهش وعي. انا اعتقد المجتمع عنده وعي وعارف كل حاجه، لكن يمكن الامكانيات، انا التمس العذر نوعا ما انه الامكانيات الصعبه جدا. يعني هناك مثلا لو يعني كثير من الناس يقول لك انا ما اقدر البس كمامه، يعني ربما ليس لدي، اضافه الى الاسعار المخيفه جدا التي ارتفعت في اليمن الان، يعني الكمامات والمعقمات ويعني الفيتامينات الموجوده في الصيدليه وحتى الباراسيتامول البنادول، اصبح يعني الوضع معقد في اليمن، ولذلك انا لا استطيع ان الوم الشعب بهذا الشكل. يعني هذا نقطه مهمه جدا، لكن نحن نستطيع ان ننقذ ما يمكن انقاذه مثل ما يقولوا. يعني مثل ما ذكرت لك الاعلام، نحن اليوم بحاجه الى ان كل القنوات اللي موجوده مع كل الاقطاب، وكل المساله الان مساله انسانيه يا جماعه، هي مش مساله سياسيه نهائيا، بحاجة إلى وعي، بحاجة أن نوصل الرسالة إلى كل بيت في اليمن، إلى أولئك اليمنيين الذين في رأس الجبال وفي الوديان وفي السهول وفي الصحاري. يعني يجب أن نصل إليهم ونوصل الرسالة أن يا جماعة هذه الإجراءات 1 2 3 4 حاولوا تعملوها، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني إذا لم نستطع أن نحمي الشباب فخلونا نحمي الكبار بالسن. كبار السن، صحيح. يعني طيب برأيك دكتور، هل تحدث إصابة ثانية لمن يتعافى من الفيروس؟ سؤال جميل جدا، كثير من الناس يسألوا هذا السؤال، وهو سؤال عالمي على فكرة، يعني هو مش سؤال محلي فقط. النظريات العلمية تقول أنه عندما يصاب الشخص بمرض فيروسي، وهنا أتكلم عن كورونا، فإن الجسم يقوم بتصنيع مواد أو أجسام مناعية متخصصة لكمح هذا الفيروس في المرات القادمة لو صارت إصابة. هذا النظرية العلمية. من الناحية الأخرى، لا يوجد دليل علمي قاطع بأنه هناك مجموعة كبيرة على الأقل من الناس الذين أصيبوا ثم شفوا ثم أصيبوا مرة أخرى. في ناس بيقول لك نعم في تقارير موجودة، وأنا أقول هذه التقارير الموجودة والتي ظهرت من آسيا أو من الصين أو من أوروبا
هي نادرة جدا وقليلة جدا، والسبب ليس لأن الناس هذولا أصيبوا مرة أخرى، ولكن لأنه تم تشخيصهم في البداية تشخيص خاطئ، وهذا ما نسميه في علم التشخيص الفولس بوزيتيف. يعني الشخص اشتبه أنه عنده كورونا، راح للمركز الصحي فحصوه بالبي سي آر، وبعدين طلعت النتيجة موجبة، وهي في الحقيقة ليست موجبة، هي سالبة، وتم العزل والإجراءات الأخرى مع الشخص، وبعد 14 يوم رجع إلى البيت وهو على أساس أنه أصيب وشفي، لكنه ثم بعد يعني خالط الآخرين وأصيب مرة أخرى، ولكن هذه المرة هي إصابة حقيقية، فتم تشخيصه على أنه مرة أخرى. هذه التقارير التي تتحدث بشكل عام يعني. نعم، إذن في سؤال أخير دكتور، هل هناك سيناريو للانتشار والانحسار في ذهنك للوباء في اليمن؟ أنا قبل أسبوع تقريبا نشرت على صفحتي ثلاثة سيناريوهات للانتشار والانحسار لوباء كورونا. ربما الآخرين يعني ربما ينظروا إلى الأمر بأنه شكل في الوباء الأخير جدا، لكني عن طريق زملاء أطباء موجودين في جميع أنحاء الجمهورية، في صنعاء وفي عدن بالذات وفي المكلا وفي تعز، نتواصل مع الزملاء، ومثل ما ذكر الأخ زميلنا الآن يعني أنه يوجد هناك جائحة ويوجد انتشار كبير لأعراض سريرية متقاربة جدا في هذا الوقت القصير، يعني واحد يصاب في اليوم الثاني أو الثالث كل البيت يصاب. ما هذا؟ هذه كورونا. إذن لو نحسب مثل ما يسموه حساب العدد التضاعف الأساسي الذي واحد يصيب ستة، طبعا من قبل شهرين كانت التقارير العلمية تقول أن واحد يصيب اثنين ونصف أو ثلاثة، لكنه بالحقيقة تم التعديل ووجدوا أن الشخص يصيب ستة في الأمور العادية في الطبيعة، لكنه في اليمن الحالات الوضع الاجتماعي في اليمن مزدحم جدا، ربما أن الواحد يصيب عشرة، ولذلك أنا أعتقد أنه الوباء قد انتشر بشكل رهيب جدا، ونحن الآن في الجزء الثاني من الوباء، الوباء حاليا في انحسار. نعم، نأمل ذلك بالتأكيد دكتور، ونأمل أن يعني يتنبه اليمنيون لكثير من الإجراءات الوقائية التي تحدث عنها وتحدث عنها الكثير من الأطباء. شكرا جزيلا لك دكتور غلام الضبعان المتخصص في علم الميكروبات الطبية والمناعة، كنت معنا عبر سكايب من تورونتو. عودة إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني هناك معلومات ربما الآن كما تحدث الدكتور أن الوباء في حالة انتشار، وأنت تحدثت عن 40 حالة تقريبا تصل إليكم، وهناك حالات بالتأكيد لا تصل تبقى في المنازل، ما هي إمكانياتكم في المحافظة؟ نعم أختي، فعلا نستطيع أن نقول أن هناك ليس مئة الحالات فقط، وإنما هناك قد تكون آلاف الحالات موجودة في المنازل، لكن خوف الناس وخوف المصابين من بعض الإجراءات، من عدم الحصول على خدمات صحية، أيضا وجود بعض الشائعات التي تنشر من وقت إلى آخر، كل هذا يؤدي إلى خوف هؤلاء الناس وعدم ذهابهم إلى الجهات الصحية المحددة لهذا الغرض. نعم، إذن دكتور يعني هناك معلومات تقول بأن الفيروس أو الوباء ضرب منطقة المصراخ، هل لديكم معلومات كاملة؟ بالنسبة لخارطة وبائية لمحافظة تعز، نعم، الوباء ضرب تقريبا معظم مديريات المحافظة سواء كانت في الريف أو في المدينة، يعني هناك وباء منتشر في كل المديريات من ضمنها مديرية المصراخ، من ضمنها المديريات الموجودة داخل المدينة. هذا الوباء غير محدد، لا نستطيع أن نحدد مكانه بالضبط لقلة الإمكانات المتواجدة لدينا في المحافظة. نعم، إذن ابقى معنا دكتور أحمد. ينضم معنا الآن الدكتور حمدي الحكيمي أخصائي الطب الوقائي والأوبئة عبر سكايب من هولندا. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور. أهلا بك دكتور، يعني كنت معنا ربما. أهلا بكم. أهلا بك. منذ البداية في متابعة تطورات الوباء في اليمن منذ إعلان أول حالة، وعملت على بعض السيناريوهات المحتملة في اليمن، كيف يمكن تقييم الوضع الآن؟
نعم، بالنسبة للوضع الذي نمر به الآن، نحن في مرحلة تصاعد الموجة الأولى اللي هي الموجة العالية. ذكر دكتور غلام أننا في مرحلة انحساء، وأعتقد أنه من ناحية وبائية وهي تجارب كثيرة لهذا الوباء، نجد مرحلة انحسار بمعنى أن الكيرف ينزل التلاشي أو إلى نزول كبير. هناك موجات، هذا الوباء يضرب على شكل موجات، نعم. نرى أن الموجة قد تصعد أحيانا وقد تنخفض. فنحن الآن في مرحلة صعود الموجة في كثير من المدن، وفي مرحلة أيضا في الإصابات، قد لا نستطيع حتى أن نسجل هذا الذب الذي هو طبيعي نتيجة لغياب وسائل الفحص الدقيقة ولغياب تتبع المخاطر الكبير يعني. نعم. إذن دكتور، أنت كتبت على صفحتك في الفيسبوك: أخي المواطن الملتزم بالتباعد الاجتماعي بين قوسين الذكي، أن ستكون المستفيد من استهتار الآخرين إذا استطعت الصمود لثلاثة أشهر قادمة. دعني أسألك بداية، لماذا ثلاثة أشهر قادمة؟ نعم، هذا المنشور أنا كتبته في صفحة الفيسبوك، وذلك لأنني أعتقد أن مرحلة التوعية قد تعديناها. نحن بصراحة تعدينا مرحلة التوعية، نحن في مرحلة مجابهة الوباء واستقبال الحالات الحرجة. فالأولوية الآن حتى لا تكون للتوعية، ولكن تكون أكثر لدعم القطاع الصحي حتى يستطيع استيعاب الضربات المتتالية. لما هي 3 أشهر؟ بسبب المحاكاة التي أجريناها، كانت توضح أن الموجة ترتفع في المدن الكبيرة، خصوصا في صنعاء أو عدن، ترتفع في شهرين ثم تنزل قليلا في شهر، ثم تبدأ بالنزول التدريجي حتى 6 أشهر. فالمتوقع أنه ال3 أشهر القادمة ستكون فيها إصابات كثيرة ويعني فيات للأسف، ولكن بعد ال3 أشهر كثير من أفراد المجتمع قد كونوا مناعة، وبالتالي هم يشكلون ما تكلمنا عنه مرارا، وسيصبح أصلا موضوع الساعة في الشهور القادمة وما مناعة القطيع، وسوف يكون نسبة كبيرة من المجتمع حول الشل الحرير سيكونون هذه الحلقة من المصابين الذين أصيبوا واكتسبوا مناعة، وبالتالي فإن خروجه أو يعني أن يبدأ بفتح التباعد الاجتماعي الذكي ربما لا يؤثر عليه، انه سيكون محمي لهؤلاء الناس الذين اكتسبوا هذه المناعه في محيط اجتماعي نعم بشكل باحتماليه، يعني ليست نعم. هي حمايه كامله. سأعود إليك دكتور وأشرك معنا الدكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني من خلال الحديث الدائم أن المسألة هي مسألة توعية، وأن على الجميع يعني التزام فكرة التباعد الاجتماعي، فكرة وضع الماسك، عملية يعني غسل الأيدي باستمرار. ماذا عن محافظة تعز؟ هل تجد أن هناك وعي لمخاطر هذا الوباء؟ هل هناك يعني أعداد أقل في الأسواق والمساجد؟ هل تقومون أنتم بعمل توعية للناس؟ بالنسبة للتوعية والتزام الناس بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت أو لجنة الطوارئ حددتها بنقاط معينة وأساسية، المجتمع هناك لا مبالاة حقيقية فعلا في أوساط الناس، لكن بالفترة الأخيرة لاحظنا في ال10 أيام الماضية هناك فعلا خوف وهلع لدى الناس، وبدأوا بارتداء الكمامات كعامل أساسي للوقاية، وهو فعلا يعتبر تتوقع هذا خط الهلع الدفاع بسبب الأول وجود حالات للوقاية من منتشرة دكتور؟ يعني هناك عدد كبير من الوفيات يخرجون يوميا هو تقريبا. هو 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 بسبب نعم هو بسبب وجود حالات منتشرة ومعلنة، وأيضا بسبب الشائعات التي تصدر هنا وهناك في الفيسبوك في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأشياء كلها جعلت الناس يلتزمون بالحد الأدنى
لوسائل الحماية والوقاية من هذا الوباء، وبدأوا فعلا بارتداء الكمامات. الوجود أيضا الأسواق المزدحمة بدأت إلى حد ما، نقول إلى حد ما، لم يلتزموا بشكل كامل، ولكن إلى حد ما بدأت هناك أمور احترازية في هذه الأسواق والمحلات التجارية. نعم، إذن أعود إليك دكتور حمدي. دكتور حمدي، ما حجم الكارثة التي يمكن أن تخلفها 3 أشهر قادمة، خاصة إذا ما زال الوضع على ما هو عليه، عدم التزام الناس بشكل جدي بالتباعد الاجتماعي، يعلمون أن فلان توفي بسبب كورونا، يذهبون بشكل جماعي للتعزية وللقبر والحزن على الميت دون مراعاة يعني انتشار الوباء بأبسط الطرق؟ نعم، في ظل هذا الوضع من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أعتقد أن الوفيات، الحالات الحرجة ستكون بعشرات الآلاف في المدن الرئيسية خصوصا، وسيكون هناك 4000 من الوفيات في خلال 3 أشهر القادمة. في أسوأ سيناريو في خلال السنة القادمة سيكون هناك يعني حدود 100,000 وفاة أو 150,000 وفاة في كل أنحاء اليمن، هذا إذا انتشر الوباء في كل مناطق اليمن. الشيء الذي أريد أن أعلق عليه أن الالتزام بالاحترازات الوقائية في اليمن الآن تأثيره ضعيف نوعا ما. أنا أشجع الالتزام ولكن تأثيره ضعيف. نحتاج كنا في هذه المرحلة، وهذا الشيء الذي لا أوصي به ولكن أوصي به، نوع من أنواع الغلق المشدد الذي يمنع المخالطة بين الناس بشكل كبير. هذا إذا أردنا أن نسطح المنحنى، لأن الآن في مرحلة صعود الموجة كما أخبرتك. فإذا يصبح أنه يجب أن نتخذ إجراء قوي نسطح الموجة، وإلا الإجراءات البسيطة فلن تشكل فوارق كبيرة من ناحية وبائية، ولكن قد تشكل فوارق من ناحية فردية على الفرد المصاب. نعم. الفرد الذي يريد أن يقي نفسه. نعم، بعض الحالات دكتور يعني لا ندري بالضبط كيف يمكن توصيفها، يعني يكون الشخص بخير ولا يوجد عليه أي أعراض، وفجأة يعني يشعر بضيق تنفس ثم يتوفى، يقال ذبحة صدرية. وهناك حالات كثيرة سجلت بهذا الشكل، هل يمكن ألا تظهر أعراض فيروس كورونا المتعارف عليها؟ سجلت كثير من الحالات في كثير من الدول بما أسمي بالنقص الحاد الصامت في السجين، هذه حالات سجلت أيضا. ولو أخذنا بعين الاعتبار أن الناس لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب عوامل الخوف وعوامل برضو التعود، لا يذهبون إلى المستشفى إلا في المراحل الأخيرة، وإذا نظرنا إلى التطور الطبيعي للمرض كما هو موجود في مقالات علمية، نجد أنه حتى تبدأ الضيق التنفس أو الإجراءات الخطيرة، ربما بعض الحالات أو جزء كبير من الحالات لا يملك إلا 3-4 أيام، ثم هناك تدفق شديد قد يؤدي إلى الوفاة. فهذا هو سيناريو متكرر وليس شيء غريب، ولكنه ربما غريب في واقع ما يعتاد عليه في اليمن. نعم، إذن أعود إليك دكتور أحمد لمعرفة بعض التفاصيل حول الإجراءات المتبعة. مثلا هل يدفع المرضى رسوم محددة في المحجر الصحي أو المستشفيات التي تقدم يعني الإجراءات الوقائية أو بعض العلاجات وتستقبل الحالات؟ كل المرضى في مراكز العزل، سواء كانت في المركز المخصص في المستشفى الجمهوري أو في مركز شفاك، يتلقون الرعاية الطبية المجانية. لا يدفع أي مواطن يرد إلى هذه المراكز أي مبالغ مالية لتلقيه الخدمة الطبية. ما هي هذه المراكز دكتور التي تستقبل الحالات المشتبه بها؟ في المدينة عندنا المركز العلاجي في المستشفى الجمهوري، وفي أيضا في المدينة في مديرية صابر الموادم لدينا أيضا مركز شفاك يتبع مؤسسة الشيخ حمود المخلافي. هذه المراكز تقدم الخدمات مجانية. لدينا مراكز أخرى في مستشفى خليفة بالتربة،
هذا المركز تحت الإنشاء ويستقبل عدد من حالات الإصابة بكوفيد 19 ويقدم أيضا خدماته مجانيا لهذه الحالات. نعم، إذن سأعود إليك دكتور أحمد. دكتور حمدي، يعني الآن بعد أن أصبح كورونا واقع يجب أن نواجهه كما يقال بكل المحافظة، تقريبا سجلت بعض الحالات، ما الذي يمكن اتخاذه في وضع كوضع اليمن؟ ما يمكن اتخاذه على الفرد أو على المجتمع؟ الاثنين. هناك نوعين. نعم. إذا كان على المجتمع أو على السلطات التي على الأرض، فإنه يجب أن يكون هناك نوع من الغلق كما قلنا، على الأقل لتخفيف معدل الاختلاط بقدر المستطاع للأماكن العامة. الأسواق صعب أن تغلق في اليمن، وبالتالي أنصح بتنظيمها. هذا من أجل أن نساعد القطاع الصحي على استقبال حالات الحريق. بالنسبة للفرد، التعليمات الوقائية تحدث عنها الكثيرون وربما نعيدها الآن، أردت أن أرتبها من الأفضل إلى الأقل. فالأفضل طبعاً هو ليس الكمامات، هناك كلام كثير حول الكمامات. الأفضل، وفي دراسة نشرت قبل يومين، دراسة كبيرة جداً جمعت عدة دراسات حول العالم، تقول أن المباعدة هي الأفضل، لأن الانتقال عن طريق الرذاذ هو المصدر الرئيسي لانتقال هذا الفيروس. المباعدة على الأقل لمترين هي أكبر وأفضل طريقة وقاية، وهي مجانية لا تحتاج إمكانيات. كثير من الناس يقول ليس لدينا إمكانية، أعتقد أن هذا عذر غير مقبول، لأن المباعدة الاجتماعية هي شيء مجاني ولا تحتاج إلا إلى الوعي. بالنسبة للكمامات، نصح فيها للمرضى لأنها تحتاج إطلاق الرذاذ الذي يحمي الفيروس إلى الخارج. أيضا هي الدراسات التي قامت بتقييم موضوع تأثير الكمامات على انتشار الفيروس، تقول أن هناك تأثير ما بين 10% إلى 15% في تقليل عملية إطلاق الفيروس. يعني تظل هذه الكمامات تأثيرها ليس كبيرا جدا، ولكنه أفضل من لا شيء في كثير من الظروف، وربما تساهم في المجتمعات التي طبقت المقاعدات من الكمامات رقم 2. بالنسبة لبقية الاحترازات، هي عبارة عن منع لمس الأشياء الملوثة ثم لمس الوجه، والشيء وكمان هذه الحل يمكن يكون رخيص جدا، غسل اليدين، الالتزام، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون. لا اعتقد ان الماء والصابون شيء مكلف جدا، فغسل اليدين بالماء والصابون ايضا هو مرتبه ثانيه من مكافحه هذا الوباء، وهذا هو الشيء الذي في ارقى دول العالم. لا توجد اشياء مكلفه اخرى يقوم بها هؤلاء. نعم. اذا لو سالتك دكتور احمد، دكتور احمد يعني ربما تحدث معنا الدكتور حمدي حول المهام أو الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المجتمع والفرد. أنتم في ظل يعني الاحتياجات التي أو الكادر الطبي الغير موجود أو يعني الذي ذهب معظمه في فترات الحرب في السنوات الماضية، أيضا البنية التحتية الصحية الصعبة، ما هي أبرز احتياجاتكم لتفادي انتشار هذا المرض ومحاولة السيطرة عليه؟ نحن في محافظة تعز نجاهد مجاهدة في التصدي لهذا الوباء. الفرق الطبية المتواجدة والتي بقت في محافظة تعز تحملت العبء الكبير وأصبحت مجاهدة في الميدان وتقاتل هذا الوباء، وتذهب أيضا إلى المرضى حتى إلى منازلهم إذا اضطرت الفرق هذه للذهاب إلى المنازل. نحن نعمل ليل نهار في المركز الوطني المختبر الصحة العامة ونستقبل الحالات وتشخيصها. نحن نعمل مع السلطة المحلية، مع كل الناس المتواجدين داخل المدينة وخارجها لمكافحة هذا الوباء. الفرق الطبية تعرضت أيضا للإصابة، وأصيب كثير من كوادرنا وشفيوا بحمد الله. عندنا كثير من الصعوبات نواجهها، لدينا نقص كبير في توفير وسائل الحماية الشخصية لهؤلاء العاملين في القطاع الصحي والذين
يواجهون المرضى. نحن عندنا أيضا بعض المرضى يتوجهون إلى الأماكن الغير مخصصة لعلاج هذا الوباء، وبالتالي الكادر الصحي الموجود في المستشفيات الغير مخصصة لهذا الوباء يكون أيضا عرضة، لأنهم لم يستقبلوا أو لم يعملوا الاحتياطات اللازمة أثناء استقبال هؤلاء الناس الوافدين إليهم، وبالتالي يكون هناك عدد من الحالات الإصابة والخوف والهلع إذا تبين فيما بعد وجود بعض الإصابات لهؤلاء المرضى. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أحمد منصور المتحدث الرسمي باسم لجنة الطوارئ بتعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. عودة إليك دكتور حمدي. دكتور حمدي، ربما يعني يتحدث اليمنيون بأن لدينا مناعة قوية، نحن نعتمد على الأعشاب، على شرب الأشياء الساخنة، على العسل، وسنثبت أمام هذا الفيروس. ما مدى يعني نجاعة مثل هذه الحلول الشعبية الطبية التي تتخذ في المنازل حتى فقط نوصل رسالة للناس؟ في الحقيقة يعني هذه الأشياء أو الحلول الشعبية تأثيرها النفسي قد يكون أفضل من تأثيرها الحقيقي، ربما تخلق إحساس بالاطمئنان وهذا يساعد في مقاومة الجسم للمرض. ولكن إذا أخذنا من ناحية علمية، فمثلا لنأخذ تجربة السويد كدولة اعتمدت على مناعة المواطنين، ما يعرف مناعة القطيع، نجد أن الآن في مؤخرا بدأ اعتراف بأن عدد الوفيات كان أكثر ما كانوا يتوقعوا، ونوع من الندم، بعض الندم على سياسة الفتح التي اعتمدوها اعتمادا على مناعة الشعب السويدي التي أعتقد أنها مناعة عالية قياسا بالمعايير الصحية ومواصفات الحياة الموجودة في السويد. فكان يتوقعوا أن 30% من الناس سوف يكونوا مناعة في حلول إبريل، ولكن الدراسات وجدت أن فقط 10% من المواطنين كونوا المناعة ضد فيروس كورونا، وبدأوا يتكلموا أن الموجات ستكون هناك موجات قادمة وأن المعركة طويلة مع هذا الفيروس. إذن الاعتماد على المناعة يعني لن يكون الحل الوحيد، ولا نعم، فقدنا الاتصال على نهاية الوقت، المعذرة منك دكتور حمدي الحكيمي، وشكرا لوجودك معنا الأخصائي الطب الوقائي والأوبئة، كنت معنا عبر سكايب من هولندا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء من جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.